طب اهدى ماشي 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 والله ما اعرف اجيب زيها تاني ماليش دعوه ماشي 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 اتفضل اتفضل مفاتيح ماشي اتفضل اتفضل تمام اتفضل ماشي اهو عايز بقى عايز ايه انت سيب صعب الناس بتتفرج عايز ايه انت بقى دلوقتي عايز ايه هات المفاتيح ايه اهدى اهدى هات المفاتيح اهدى بس اهدى ماشي ماشي اهدى مش قال هات المفاتيح عاوز مفاتيح ليه كده هات المفاتيح انجز ما انت عايز العربيه يعني يا عم انجز لا حول ولا قوه الا بالله يا عم اهدى يا عم يا هات المفاتيح ايه يا رجاله ماشيين كده يا رجاله وراجل بيثبتنا عادي يعني مالكش دعوه بالناس سلبيه كده لا حول ولا قوه الا بالله هات المفاتيح يلا انا طب انا هستفاد لما اديها لك ماليش دعوه ما يخصنيش الكلام ده انت عارف دلوقتي الاسعار اصلا بقت مولعه ازاي والله العظيم ما اعرف اجيب والله ما اعرف اجيب زيها اصلا ماليش دعوه بالكلام ده وربنا ما اعرف اجيب زيها يا عم عنك ما جبتش مش هينفع اديها لك مش هينفع تداني اصلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتصرف ازاي لو في حد عايز يسرق منك عربيتك عايز ياخد المفاتيح يا باشا وياخد عربيتك ويفككها ويبيعها وبالسلامة تمام انا دلوقتي مش هقولك بقى اديله حاجتك واجري والكلام ده كله لا انت دلوقتي نزلت في منطقة زي دي صور كده يوسف شايف منطقة باين عليها مقطوعة زبالة مش عارف ايه لازم تكون حريص على قد ما تقدر ولازم تخلي بالك تمام لكن انت دلوقتي في ظل الأزمة اللي احنا فيها معاك حتة عربية مش تعرف تجيب زيها تاني وفي حد بقى مثبتك على الشريان السباتي او على القصبة الهوائية لازم تكون حذر جدا هات اللي معاك طيب حاضر هات اللي معاك ايه بقى هنا التصرف الصح انت هنا خلاص حياة او موت ومش عايز تديله حاجتك غالية عليك تمام انا دلوقتي وانا بتكلم معاه حاضر ماشي يا عم يا عم والله دي كل حاجة وانا بتكلم معاه في المرحلة دي او في اللحظة دي انا خلاص عرفت ان السلاح ده جاي فين جاي في منطقة القصبة الهوائية هنا تمام يبقى بحاول ان انا اتكلم معاه وسايسه واقول له ماشي هديك المفتاح اهو طلعت له المفتاح هو مثلا يحاول ياخد المفتاح بالايد ديت يلا هتحاول تاخد مجرد ما هو يحاول ياخد المفتاح انا هنا مسكت المفاصل بقوه قلبت منه اهو ضربت حاولت انا ايه اوقعه على الارض واخد منه ايه السلاح بالشكل ده ايه عايز العربيه بقى ها ايه يعني انت مش عشان تشتغلها اتصل البوليس يا ابني بسرعه يا ابني اتصل البوليس بقول لك ماشي نطبق اللي احنا عملناه يبقى دلوقتي وانا بطلع المفتاح هو بياخده مني اهو تمام ايدي الاثنين على طول في لمح البصر بمسك ايه يا شباب بمسك الساعد ومفصل الرزغ طبعا السكينه موجهه هنا على الرقبه يبقى انا اول ما امسك بقوه بالشكل ده اشد لورا تمام ها دخلها تاني ما تخافش خالص يبقى السلاح اهو عليا تمام مفتاح اهو مجرد ما انا بديهوله يبقى مسكت على طول وبعدت لورا طب لما انت مسكت السلاح تعالى كده شويه وبعدت لورا هو يحاول يقاوم معاك ها حاول يقاوم ما هو مش هيسيبك هيحاول لازم تمسك بقوه وتبعد عنك السلاح طب علشان المقاومه دي تقل لازم على طول وانت ماسك بالشكل ده ضربه برجلك تحت الحزام بقوه شديده جدا ترجع راسك بورا وتضرب بقوه عايزين نخلي الموضوع واقعي اكتر من كده انا مش بنهزر يبقى يا شباب السلاح موجه عليا بتكلم معايا حاضر والله اديك اللي انت عايزه ماشي بقول لك اهدى تمام ايدي الاثنين بيمسكوا بقوه في غمض البصر تمام ايه الساعد والرزغ كده اول ما تمسك ابعد ورا اول ما تمسك ابعد ورا هو هيقاوم هو هيحاول يضربك برجلك على طول تحت الحزام قرب هنا اهو واحد اثنين ثلاثه ضربات متتاليه وانت ماسك السلاح بالشكل ده اهو شفت ايده هي دخل كتفك جوه ودوس اضغط على دراعه كامل على الارض كده لتحت اول ما تنزله تحت اهو اضرب 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 وشد منه السلاح تمام لو انا عايز بقى لو انا عايز اخد منه السلاح بشكل متكامل لما انت تضرب لما تضربه ضربات متتاليه وتمسك بقوه هنا تعمل ايه بص اعمل التفاف اطلع فوق ودخل كوعك اهو كتفك على ايده لف كده ودوس بوزن جسمك كله على الارض هتجيبه تحت دوس بوزن جسمك على الارض هتجيبه تحت وانت هنا ضربات متتاليه اضرب 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 خد منه السلاح اهو اضرب 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 وتاخد مفتاحك وتركب عربيتك وبالسلامه تمام